إذا بتسمح لي ننتقل من الرسم إلى موضوع آخر. في هناك قصص جميلة جداً منحب إنك تشاركها مع جمهورنا، إحنا سمعناها، لكن يعني بمجال الإخراج التلفزيوني، يعني إحنا ذكرنا إنه بداياتها كانت مع التلفزيون الأردني، هذه الفترة الذهبية السبعينات الثمانينيات. عملت مع مجموعة من الفنانين الكبار، القامات الكبار، نذكر منهم مثلاً سيد مكاوي، السيدة فيروز وغيرها من الأسماء الكبيرة. نعم. ارجع لنا شوي بالذكريات، وأول ذكرى حابة إنه نشاركها مع الناس، بأنه هل فعلاً حضرتك هو من هو أول مخرج أخرج فيديو كليب أو فيديو بطريقة الأغنية المصورة؟ والله أخت مساء هكذا يقال، إنه فؤاد ميمي هو أول واحد عمل إشي اسمه فيديو كليب من خلال قصيدة عيد ميلاد جلالة الملك حسين الله يرحمه، تعيش، واللي لحنها محمد عبد الوهاب وكتب كلماتها عبد المنعم الرفاعي. نعم. اوكي. فاللي صار اني انا سافرت القاهرة وعشت اسبوع كامل مع محمد عبد الوهاب منشان احط تصوراتي للاخراج. نعم. وياسمين الخيام كانت رائعة جدا، يعني هي كمان بتذكر من الشغلات اللي حكت إياها، أنت أول مخرج عم بيسألني إيش بدي ألبس، لأنه اللباس كتير مهم طبعاً، ويا ما رفضت أنا أعمل شغلات لناس مش عاجبني اللباس تبعهم مثلاً أو شيء يعني. فهي من ذكرياتي اللي أنا بعتز فيها إني أقابل محمد عبد الوهاب وأعيش، وبعديها سيد مكاوي وغير سيد مكاوي هذا اللي صار يعني.